واحد السلام عليكم متتبعين قناه الطبخ مع عزيز العبدي. كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. نتمنى نلقاكم بصحه جيده وفي احسن الاحوال كيف ديما. كنشكر جميع الاخوان والاخوات من ارض الوطن ومن خارج ارض الوطن على التفاعل الدائم. الله يحفظكم ويدمركم ويسر اموركم وينجح وليدات المسلمين كاملين، لا اللي في الباك ولا اللي في الجامعه ولا اللي في التحضيري الحالي ولا اللي في الروض. نقول انا باقي في الروض، باقي كندير محاربات يوميه. المهم مرحبا بكم. ان شاء الله عواشر مبروكه، العيد الاضحى على الابواب، سنه مؤكده. الله يدخل علينا بالصحه والسلامه والهنا والرزيق، اهم شيء هو الصحه والهنا وراحه البال. إذا مشات الصحه الرزق مشى معاها، وإلا جات الصحه وكانت كل شيء كل خير كاين الحمد لله. ان شاء الله باش غادي نشارك معكم واحد طريقه طبخ ديالي يعني في منطقه عبده، كيفاش كنديروا نهار العيد الكبير مثلا من بعد الذبيحه ومن بعد الشوه ديال القطبان والفاف. العاده المغربيه بكري كنا كنديروا الكسكسو، الدار كانت عامره وكنخرجوا الكسكسو للجامع. الدار من الاخوات يعني ما بقاش الوكال، كنقولوا حنا ما بقاش الوكال في الدار. العائله صغارت، البنيه تزوجوا ولدوا داروا عائلاتهم داروا ديورهم داروا محلاتهم. الله يسهل عليهم والله يرضي عليهم والله يفرشهم ويغطيهم بالرضا. بنياتنا وبنياتنا الحمد لله والشكر لله. ان شاء الله باش غادي تدخل معايا على المكونات ونوريكم طريقه صباكم العبدي، ونتمنى الفيديو تجربوه وتطبقوه وتردوا عليا الخبر. وانا راه عبركم العبدي منكم وليكم وما عليكم عليا فين وانا ما عليا عليكم فين. والله يوحد الاسلام، الله يوحد الاسلام، والله يدخل هذا الشهر المبارك مسعود. كي قلت لكم الله يجازيكم بخير، اللي غيشري الحولي ب 100,000 يشري ب 70,000 ويصدق 30,000. يدير الحساب، راه كاينين هجالات وكاينين ايتام وكاينين ناس محتاجين. العيد راه فايت ساعته. السنه السنه مؤكده، وغتكون في واحد الكبش او واحد الاضحيه اللي هو عباره عن قرب الله سبحانه وتعالى عليك وعلى وليداتك. ولكن شوفوا بعين الرحمه بالنسبه للعائلات المعوزه، ماشي انا، انا لي الله سبحانه وتعالى. انا كنقول لكم اقربون لكم اولى، جيرانكم احبابكم معارفكم عائلاتكم الناس اللي قراب لكم. لا قلبتي تصيب ضروري، الا فرحتي واحد اليتيم لو واحد الناس واحد العائله يعني ما كنقولوا محتاجه، راه عندك الاجر سبحانه مع الله سبحانه وتعالى، وكل حاجه بالثواب ديالها. الله يحفظكم ويضمنكم وييسر اموركم كاملين. دخلوا معنا. هنا بالنسبه عندي جوج الكتوفه ديال جوج بهيم، كتوفه ديال جوج بهيم. هنا ان شاء الله الكسكاس ها هويا، وغادي نفورهم فوق الفاخر، غادي نفورهم فوق الفاخر. هنا ان شاء الله هانتوما المكونات او العطريه اللي غادي نخدم بها، ساهله بسيطه، راه ماشي شي حاجه كثيره. عندي البزار، الكحل او الفلفل الاسود، وعندي الكمون، وعندي الملح، وعندي شويه الزعيطره، وعندي شويه القزبر يابس، وعندي ورقه سيدنا موسى، وبالطبيعه عندي واحد جوج كركوبات ديال البصله خديتهم بهذا الشكل دائري. وهنا القزبر والمعدنوس، وعندي زيت الزيتون كيف ما كتشاهدوا، زيت الزيتون باش غادي ندير ديك اللقامه ندهن بها الكسوفه ديالي ونحطها نحطهم في الكسكاس. تابعونا ونتمنوا الفيديوهات لا السابقه ولا اللاحقه تنال اعجابكم، وشكرا جزيلا على التفاعل الدائم ديالكم مع القناه. والله يحفظكم والله يكبر بكم، عشركم مبروكه بالصحه بالسلامه بالهنا بطول العمر. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا غناخذ الطبسيل ديالي، اشنو غادي ندير فيه؟ هنا بسم الله على بركه الله غادي ناخذ واحد الكميه من البزار، عندي تقريبا جوج كسوفه، خديت واحد ثلاثه العواشق ديال البزار من هذه. هنا غادي ناخذ واحد العاشقه، جوج، ثلاثه ديال الكمون. العاشق هي المغرف او الملعقه، بسم الله. القزبر يابس مطحون حتى هو كذلك مثال، ثلاثه على حسب الكميه اللي عندي. وهنا دائما الملح كتبقى على حسب الذوق، انتوما والناس اللي معاكم اللي مريض بالطونسيو حاولوا عليه ديما نقصوا الملح، لاننا الكمون والملح كنضيفوهم في الاخر. هنا ان شاء الله باش غادي ناخذ واحد شويه ديال الزعتر او زعيطره اللي متوجد عندكم، يا الزعتر يا زعيطره
كيعطي واحد النكهه اللي هي خطيره وكيساعد انه كيقادي ليه الجهد ديالو كتعرفوا الغلمي كيكون مجهد، فلهذا كنحاولوا ما امكن نلعبوا على شي حويجات مثلا الزعتر وحتى اليازير. اليازير راه عندي في الجرده باش غادي نمشي ناخذ رنسيس، ما حطيتوش في الطبله وما ذكرتوش ليكم، وغادي نجيبه ان شاء الله باش غادي نضيفه معاه، كيعطي واحد اللذه اللي هي خطيره. جربوا وصفات باكم العبدي ومرحبا بكم. هنا غادي نضيف واحد الكميه من زيت الزيتون، تقريبا واحد نصف كاس. غير الدور ديال هذا زيت الزيتون هو باش غادي نجمع هذه المكونات. هنا بسم الله على بركه الله كنخلط هاد المكونات بحال بهذا الشكل. هنا كنشد الكسوفه ديالتي كندهنهم مزيان. الكسكاس بما انه صغير عندي نقولوا مويان، حاولت نهرس لي هاد الكعيبه من هنايا على ود باش يعني يجيني في الكسكاس. وهنا ممكن تقبوه بواحد القطيف او موس باش تدخل لي ديك العطريه مزيان، ما هو المبخر ضروري ما غادي يجي بيه. ومنها حتى داك ليدام، ليدام حتى هو كيطيح منه في يعني في من العيون ديال الكسكاس كيطيح في الماء وكيجي خفيف. اللي بغى يشويه في الفران يشويه في الفران، الفران كياخذ شويه ديال الوقت، وحنا كلينا الشواء بنهار اللهم نبدلو النكهه ديال الشواء. وديما باكم العبدي مع وصفات العيد الاضحى. صافي هنا بعد ما رقدتهم دابا غادي نوض ندير الماء في البرمه يغلى فوق البوطه بعدا، وعاد غادي نحطهم نشعل الفاخر ونحطهم فوق منه غير باش نربح الوقت. وكان هذا هو الاساس. باكم العبدي مشى غسل يديه ومشيت للجرده، جبت اليازير، اليازير من الجرده خديت غير واحد شويه ما كثرتش. هنا بسم الله دابا على بركه الله باش غادي ناخذ البصله ديالتي. كي قلت لكم دوائر حاول نفرتكها، ما نخليهاش يعني باش ما تسدش ليا العيون ديال الكسكاس بهذا الشكل. وهنا غادي ناخذ واحد شويه ديال الربيع، انا كنفرشو، نتوما الا بغيتو ديروا قبطه ديروا قبطه ماشي مشكل عندي. هنا ان شاء الله بسم الله على بركه الله غادي ناخذ الكتف بهذا الشكل الاول. شكون قاد عليك يا با؟ ندير الكتف الثاني بحال هكايا كيف ما كتشاهدوا. هنا ندير الربيعات ديالي او القزبر، حنا مالي هاي المغاربه نقولوا على الربيع الجزائريين، الربيع عندنا هو القزبر والمعدنوس. تحيه الجزائريين راه داخلين عندي، التوانسه راه ما داخلين عندي. وكنشكر خوتي المغاربه اللي تساندوا مع بعض العائلات، الله يحفظكم والله يضمنكم والله ييسر اموركم، وهكا يكونوا المغاربه الحرار. تحيه للجاليه، تحيه لخوتنا المغاربه، تحيه للجاليه، كنشكركم جزيل الشكر. هنا واحد الوريقات ديال سيدنا موسى، ها انتم كيف ما كتشاهدوا. هنا غادي ناخذ واحد شويه ديال القزبر داكشي اللي بقى ونرشو عليه من الفوق، واحد رشيشه ديال البزار، واحد رشيشه ديال الزعتر او الزعيطره. وهنا غادي ندير البصله ديالتي اللي بقات، كتعطيها واحد اللوغو اللي هو خطير. وفي الاخير راه كتبقى في الكسكاس، المهم حنا كنسمو بها. واللي بغى يضيف الثومه يديرها كركوبه، اللي بغى يضيف الثومه يدير كركوبه، انا غنكتفي بهذا الشيء. وتابعونا ان شاء الله، غنوض نشعل الفاخر
نحط الكسكاس ديالي فوق، ولكن كنغطيه بواحد الغطاء ديال الطنجره، وندير لي واحد نقولوا قفال، قفال ديال البلاستيك باش الفابور يطلع من البرمه ويرجع على الكسكاس، كيطيب من التحت ومن الفوق، لان ما غاديش نقلبو، خاصو يطيب يبقى صهيب. تابعونا ان شاء الله. ديما في العرساس كنعرف البوطه فين واصله، ها كتبان لي البوطه عرقت كنعرفها، لان الفورموات عندي كبار، مع دير الا هي صندوق المقاسه ديالتها مدعمه، نقولوا الحكومه الله يخلف عليها مدعمه على البوطه، ولكن ناقصه من الكاز. وي دغيا ولات تشتيو. هنا راه جوج بوطات عندي في ملي كنكون خدام شي عرس، جوج بوطات مول العرس كيولي ندب، نقول لهم انا شربتها سير دوي معاهم هما، هي ما عندينا السوق، انا جيب لي على البوطه عمرها لي حطها حدايا. هانتوما شوفوا الطريقه ديال باكم العبدي، وكنخليه ما كاين لا رابوز لا صوت لا حتى شي حاجه، هنا في الظل مع البرد، مع البرد دغيا كيزند. وتابعونا ان شاء الله ملي غادي نبقى نحط من الكانون. مرحبا بكم، ومازال غنشرك معكم الحريره وعلى الكانون، والراس مبخر حتى هو غنبيتو يطيب، العدد ديالنا ديال نهار بويروس نهار ثاني العيد غنشرك معكم ان شاء الله. هنا دابا ملي غادي كي قلت لكم غادي نشعل الفاخر، غنحطو غنرجعو نسلقو شي شويه الخضره، خيزو، بطاطا، اللوبيا، بيتراف او الباربا او الشمندر الاحمر، لوزهم الطاوله حتى اللي ما قدرش على اللحم يدوزهم مع خضيره. ضروري من الخضره تكون محطوطه فوق الطابله ديال باكم العبدي، اللي كاين ظروف صحيه والناس معنا ما كتاكلش، وباكم العبدي اصلا خاصو ضروري الخضره. انا اللحم كليته اليوم، قولي ليها ليها، العيد راه عمره في العام والعمر راه غادي. مرحبا بكم. درت البرمه فوق الفاخر، نخليها طيب على خاطرها. هنا كيف ما كتشاهدون هذا عادل، هي سلقات الخضره صوبتها وقادتها لنا في البلا. المهم دابا ان شاء الله انا غادي نحيد الكتف باش غادي نحطو وسط منها، بعد ما دهنتو بالسمن ودرتو في الفران. هنا بالنسبه للشكل النهائي ديال العشاء ديالنا هو هذا كيف ما كتشاهدوا، وكنتمنى ان عشبكم العبدي وطريقته في الطبخ تنال اعجابكم وترضيكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا والف مرحبا بخوتنا المغاربه اينما كنتم واينما حللتم في جميع بقاع العالم، ومرحبا بكم كاملين، وعيد مبارك سعيد، وقبلوا عليا وشيروا بيا بالبارتاج وبالابونيات وبالجيمات وباللايكات، وديروني في الجبات وفي المقلاع وفي المكحله وفي المدافع عافين معايا، واخا تصيفطوني لروسيا ما نقولش لا، حتى كورانيه ما نقولش لا، واخا نجيب لكم على القمح الجفاف عندنا في المغرب، اللهم نجيبوا على قميحه خلاصين نجيب نعاونكم. ها انتم مع خبيزات بلديين ديال القمح وفرينه ديال البلاد ديال عبده ماهوش ديال كورانيه، وواحد شويه ديال الدلاح والمنون نقولوا حنايا ماليات بكري، ودوي سيرات على قد الحال، وقبلوا علينا ومرحبا بكم والف مرحبا بخوتي المغاربه فين ما كنتوا في جميع بقاع العالم. حنا كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم ورضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم خوتنا المغاربه فين ما كنتو في جميع بقاع العالم. مرحبا والف مرحبا، انا راه عباكم العبدي خوكم وملكم وليكم، وقبلوا عليا مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع، العز بكم والباقي خبولات. والصباح راه مقدد، الله يحفظ على الشوني غبرت ما بقيت خدمت ما والو، ادعوا معايا اختي راه شي حاله داير فيا، راه حاله يرثى لها، راه الناس ما كننسوش. تصوروا لنا الولسيس ولحمي خيب ما كيبراش، ما عنديش المناعه بكثره الادويه اللي كنداوي، والمشكل يضربني موس شي يجرحني موس ولا جاجه ولا شي حاجه كيبرا لي اللحم، لكن ضربني عظم العظم مسموم، وانا ما كنبغيش نخدم بدوك الليكات او الكواندوات او القفازات، ما كتجينيش من الخدمه سبحان الله دينا عليك شي ديال موالين بكري. انا راه والله القسم اقسم بالله العلي العظيم كنت خدام في القنصليه السعوديه عند الامن السعودي اللي يعني ديجا راني حاكي لكم عليه، كنلبس اللبسه ديال الكوزينه والطربوش هذاك التخربيق كامل، ولكن الكواندوات ما كنديرهمش، كنغسل يديا مزيان الحمد لله، شوفوا اللي نقي نقي واللي معفون معفون،
اللي نقي نقي واللي معفون معفون، كاين اللي معفونه في دماغه يوم يطلع في العفن ديال الليل ولا العفن ديال الدماغ. ما كاينش شي واحد اللي ما كيغسلش يدو ما يغسلش وجهه يغسل ما ضروري. وكيقولوا الناس الاولين الفلاح نقيه، الفلاح راه كيكون حرص، كيكون حرص وملي كتحط قدامه الماكله كياكل ايد الفلاح نقيه. عزيزيكم والباقي خبولات، مرحبا بكم.